السلام عليكم، جيتكم اليوم فيديو جديد، فيديو نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا البنات، ديجا حطيت فيديو قبل في القناه، انا القناه هذه تشد ليا. الحمد لله الحمد لله يا ربي، ما كيضيع حتى شي واحد، وانا فرحانه اليوم بزاف بزاف بزاف. ما تتوقعوش يعني ما تصوروش الفرحه ديالي كيفاش دايره. الحمد لله ربي ما ضيعنيش 3 سنين ديال خدمه ديال الفيديوهات ومونتاج وتصوير وشحال من حاجه وذكريات كانت عندي زوينه زوينه بزاف في هذه القناه، كيما ذكريات خيبه. مهم انني كنشوف فيديوهات وما نكذبش عليكم، حسيت براسي انني كبرت معكم في هذه القناه من اول ما حليتها 3 سنين. انا شخصيا كنرجع الفيديوهات ديالي القديمه وكيبان لي واحد التغيير اللي هو كبير كبير بزاف، سواء لا في التصوير لا في المونتاج لا في لا انا كشخص كي كنت وكيوليت. ممكن نشارك لكم البنات، فرحانه بزاف بزاف بزاف. كيف ما شفتوا في الفيديو اللي قبل، كانت تينيرات لي القناه ديالي، ما عرفتش من اشخاص اللي ما عرفتهمش شكون هما. المهم من بعد البنات قدرت انني نرجع القناه ديالي، وقدرت انني نتواصل مع اليوتيوب ويردوا لي القناه ديالي، نظرا ان المحتوى ديالها زوين. يعني ما كاينش في المحتوى لا يعني حاجه لا هما خايبين لا حتى شي حاجه في القناه، واضطروا انهم يسحبوا داك لي سينيال اللي دارت للقناه ورجعت القناه ديالي البنات. وهاد المره قدرت انني ندير سيكوريتي للقناه ديالي، واخا السينيال ما عندهم ما يديو مني نهائيا. الحمد لله البنات. المهم بغيت جيتكم بهذا الفيديو هذا باش ما نجيوش ندخل نيشان، رجعت باش نقول لكم انني صراحه ما نكذبش عليكم فرحانه، وشكرا لاي وحده دعت معايا، وشكرا لكل وحده قالت ليها الله يفرحك الله يفرحك، حتى انت اللي كتشوفي فيا ان شاء الله يا ربي يعطيك كل ما كتمني. وصافي البنات، المهم راني فرحه وستريس وكل شيء مجموع على بعضياته في هذا الفيديو. صافي حتى قررت انني ندير الفولار ديالي ونحط الكاميرا حدايا ونصور هذا الفيديو هذا. شكرا لكل وحده، شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، شكرا لاي وحده تبعتني. المشكل اللي لقيت في رجوع القناه، ولكن ماشي مشكل، المهم هو انني نرجع ونصورها كفيديوهات. المشكل البنات هو انها تسحبت مني داك التفعيل ديال القناه، وهكا بحال نبدا من ازيرو، ولكن عيب قولي المشتركين، هذه هي اهم حاجه. عادي بقاو لي المشتركين اللي 3 سنين وانا نجمع فيهم، ماشي سهله. فقط حيدوا لي غير السوايع او الاشعارات او هذا، يعني ما يكونش عندي ربح من القناه نهائيا بصفه نهائيه، حتى ان شاء الله نحقق الشروط. المهم انا كنت رجاكم ان شاء الله انكم كنحاولوا اننا نطلعوا القناه ونوصلوها يعني واحد الاشتراكات اللي هي عاليه ونكبروها هكا، اكيد بكم الاشتراك ديالكم، وكذلك بانكم تبارطاجيو هكا القناه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. وصافي البنات، هذا هو انني رجاء ديالي منكم هو انكم تساعدوني انني نكبر القناه ديالي. شكرا بزاف لكم، وانا عارفه بزاف ديال الناس غادي يفرحوا من هذا الفيديو هذا بنفس الفرحه اللي فرحانه انا. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، وان شاء الله نرجع لكم محتوى جديد، وغنصور لكم دابا البنات من مورا هذا الفيديو هذا، من مورا ما نحطو نصور لكم واحد الفيديو اللي زوين زوين بزاف، فيه دي كادو زوينين زوينين بزاف بزاف بزاف. المهم تسمعوا في هذا الفيديو بزاف بزاف، هذه خرجه غير من الفرحه وصافي. المهم البنات، ان شاء الله من مورا هذا الفيديو هذا تقدر في نص النهار تقدر لغد لي غادي نحط الفيديو ديال كيف واي اللي غادي نحط لكم في القناه. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم، ونرجع ان شاء الله اكتيف غير هذا الاسبوع هذا في القناه اللي حد لي تجينا. فهذيك البنات راه غادي تسد، وسمحوا لي بزاف اللي تبعوني ونعاود نرجعهم، سمحوا لي بزاف بزاف بزاف. صافي البنات، ديجا تعطلت ما حطيت لهنا لا تما، كنت كنحاول انني نرجع القناه ديالي، والحمد لله هي رجعت. وصافي البنات، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تسناوني ان شاء الله فيديو واحد اخر بنفس الطريقه، نبقى لكم بنفس القصه بنفس كلشي، وغنصور لكم الفيديو ديال الجيفواي باش ما يجيكمش هكا لا فيديو طويله بزاف. موقعنا نقول لكم سلامه، باي باي، تسناوني فيديو واحد اخر.